بيكشف على 6 أنواع. تمام يا هند؟ تمام، ركزي معايا بقى، حاولي ايه، حاولي تلقطي بقى اي حاجة كده لحد ما ايه نشرح لك اللي حصل الاولاني. حلو. طيب الكربونات خدناها المرة اللي فاتت، والبيكربونات. تمام، قلنا ان احنا مثلا معانا بيكر او معانا كوباية او معانا اي حاجة. تمام، الكوباية دي فيها انواع كتير وذرات كتير، وكان منهم ايه من الذرات دي، يعني مثلا فيهم 10 انيونات. تمام، منهم الكربونات ومنهم ايه البيكربونات. ايه اللي هيحصل لو احنا حطينا ال HCl على الكربونات او البيكربونات؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحدث فوران، دي حاجة. تمام، يتصاعد غاز ايه ثاني اكسيد الكربون از يعك الماء، وكان ليها تجربة وخدناها. حلو، بعد كده قلنا ايه عايزين نتأكد بقى من الكلام ده، فهنضيف ايه MgSO4. حلو، طيب لما ضفنا ايه MgSO4 على الكربونات والبيكربونات، ايه اللي حصل؟ اتكون رسوب ابيض. تمام، بس من لحد دلوقتي انا ما ميزتش بين الكربونات وبين ايه البيكربونات. تمام، لا ميزت بال MgSO4، هنا اتكون رسوب ابيض. تمام، على ايه؟ على البارد. لكن هنا اتكون رسوب ابيض على ايه؟ على السائل. حلو، طيب احنا النهارده هناخد ايه؟ هناخد الكبريتيد بالتا وبالدال، والثيوكبريتات والايه والناترين. حلو جدا. نراجع برضو على ايه، على اللي فات كده سريعا جدا جدا. انيون الكربونات اهو. تمام، احنا عندنا ايه، عندنا تجربتين انيون الكربونات، عندنا تجربتين. اول حاجه التجربه ايه، التجربه الاساسيه، وثاني حاجه التجربه ايه، التجربه التاكيديه. تمام، طيب التجربه الاساسيه ايه اللي بيحصل؟ بنجيب الملح اللي هو مثلا ملح صوديوم الكربونات وبيكربونات الصوديوم. تمام، كربونات الصوديوم او بيكربونات الصوديوم، اي حاجه على حسب ما احنا هنشتغل، او كبريتات الصوديوم او كبريتات الصوديوم او ايا كان. تمام، زائد ايه، زائد اتش سي ال. تمام، ايه اللي حصل؟ حصل فوران وعكر ماء الجير. تمام، ماء الجير اللي هنا او ثاني اكسيد الكربون اللي هنا بيدوب في ايه، في كربونات الكالسيوم ويخليها تعكر. تمام، وبعد شويه ايه ما بيبقاش موجود. تمام، قلنا ان جميع انواع الكربونات لا تذوب في الميه ما عدا ايه، ما عدا الصوديوم والبوتاسيوم والالومنيوم. وده كان ايه، ده كان سؤال في الامتحان. تمام، اللي هو بالمناسبه كان سهل وانتوا بتقولوا عليه صعب. حلو، حلو. التجربه التاكيديه، تمام، جبنا ايه، جبنا برضو الملح تاني وحطيناه على ايه MgSO4. تمام، ايه اللي حصل؟ كون رسوب ابيض، رسوب ابيض على ايه، على البارد. حلو جدا. طيب الرسوب الابيض دون لو حطيت عليه HCl ايه اللي هيحصل؟ هيكون ايه، MgCl2. حلو، احنا ما بنقولش حاجه جديده، كل ده قلناه المره اللي فاتت وخدناها بالمعادلات، بس بنراجع علشان نربط مع بعض. تمام، خدنا برضو البيكربونات المره اللي فاتت، خدنا البيكربونات المره اللي فاتت. تمام، وقلنا ان هي ايه، برضو بيتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. تمام، اللي هو بيعكر ماء الجير برضو. تمام، طيب التجربه التاكيديه بتاعتهم اللي هي ايه، MgSO4 برضو، بس على ايه، بيتكون هنا الملح بتاعه. طب الملح دون لو سخنت بيتكون ايه، رسوب ابيض. حلو، هنشتغل دلوقتي على انيون ايه، الكبريتيد بالت وبالدال، بس احنا هناخد بالت الاول. احنا معانا الكبريتيد، الكبريتيد ايه، جبنا ملح Na2 SO3 زائد ايه، زائد ال HCl. تمام، ايه اللي حصل او ايه اللي هيحصل؟ الاول مع الاول والتاني مع الاول، اول مع التاني والتاني مع الاول، هيحصل ايه، NaCl زائد ايه، ميه زائد ايه، SO2. تمام، بيطلع غاز ايه، الكبريتيد. تمام،
طب غاز الكبريتيت ده ايه اللي بيحصل له؟ بيحول ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة، تمام، من اللون البرتقاني الى اللون ايه؟ الاخضر. يبقى احنا كل اللي مهمنا في القصة دي ان ده بيحول ايه؟ بيتحول لايه في الاخر؟ على ورقة مبللة من الكرومات، بيحولها لايه؟ للون الاخضر. حلو جدا. طيب يبقى احنا كده معانا تجربة تانية زي ثاني اكسيد الكربون في الكربونات، تمام. معنى كده ان احنا نروح نعمل سلايدز جديدة ونقول له ايه؟ كرومات اهو يا سيدي، ادي الكرومات بتاعتك زائد ايه؟ ثاني اكسيد الكبريت زائد ايه؟ محمضة، احنا قلنا ان هي محمضة، تمام. ايه اللي هيحصل؟ K2 CO4 زائد CR2 SO4 كل باي 3 زائد ايه؟ H2O، تمام. طيب انا دلوقتي اتاكدت، او انا عايز اتاكد ان انا معايا ايه؟ كبريتيت، تمام. تمام، انا عايز اتاكد من ده دلوقتي، اعمل ايه؟ احط ايه؟ نحط محلول نترات الفضة. حلو جدا، نمسح نترات الفضة. ده بالمناسبة التجربة التأكيدية لست حاجات عندنا، تمام، منهم أول واحدة منهم إيه؟ الكبريتيت بالت، تمام. يبقى نروح نجيب إيه؟ الملح CO3 زائد إيه؟ كل باي 2 AG NO3 هيتحول لإيه؟ إن إيه؟ NO3 زائد ايه؟ G2 SO3، تمام. الراسب ده لونه ايه؟ ابيض، تمام. اختها وبنت عمها بالظبط بالدال، كبريتيت بالت وكبريتيد بالدال، تمام. طيب تعال نروح لاختها، تمام. جبنا الملح Na2S زائد ايه؟ التجربة الأساسية HCl، تمام. هيكون ايه؟ NaCl زائد ايه؟ تمام. دون رائحة كريهة جدا، عارفين ريحة المجاري؟ ريحة المجاري، تمام، هي دي ريحة المجاري، تمام. يتصاعد غاز كبريتيت الهيدروجين ذو الرائحة الكريهة والذي يسود ورقة مبللة من ايه؟ من أسيتات الرصاص. معنى كده ان انا لو جبت ورقة مبللة من أسيتات الرصاص ومررتها على H2S، ادي H2S زائد أسيتات رصاص H3 COO الكل باي 2 BB، هيحصل لي ايه؟ نمسح اللي فوق، يكون راسب اسود اللي هو ايه؟ BBS، راسب اسود زائد ايه؟ 3 COOH. مفهومة؟ طيب التجربة التأكيدية بتاعتها بنحط ايه؟ بنحط ال AG NO3. يبقى احنا دلوقتي خدنا في الكربونات والبيكربونات التجربة التأكيدية بتاعتهم واحدة، صح؟ والكبريتيد بالدال والكبريتيت بالت التجربة التأكيدية بتاعتهم واحدة. مع كده ان احنا لو جبنا الملح Na2S زائد AG NO3 هيكون ايه؟ Na NO3 زائد ايه؟ AG2S، ده لونه ايه؟ تمام؟ لحد دلوقتي تمام؟ عظيم، فاهمة يا هند حاجة؟ تمام.
يبقى كربونات وبيكربونات احنا قلنا ان هي ايه التجربه التاكيديه بتاعتهم واحده، كبريتيد بالدال هو بالت وبالدال التجربه بتاعتهم ايه واحده. حلو حلو يا ولاد ولا ايه؟ عظيم، علي صوتك سنة بس عشان صوت ضايع خالص. تمام طيب هناخد دلوقتي ايه السايوكابريتات بالسه والايه والنيتريت. حلو، تقعد على موبايل ولا على لاب او كمبيوتر؟ جديدة. جديدة. افتح الميكروفون. احنا دلوقتي هناخد ايه؟ هناخد السايوكابريتات. السايوكابريتات رمزه ايه؟ S2O3 الكل ايه؟ باي 2. معنى كده ان الاصل بتاعه ايه؟ لو حطيناه في ميه ايه اللي هيحصل؟ هيطلع H2S2O3. ده الايه؟ ده الحمض الاصلي بتاعه. ده الحمض. بس احنا مش عايزين الحمض، احنا عايزين ايه؟ عايزين الملح، يبقى هنحط بدل الاتشات دي ايه؟ Na2. حلو جدا؟ تعال نروح ناخد الكلام ده. جيب يا سيدي ان اي 2 اس 2 او 3 زائد ايه؟ زائد الكشف الاساسي بتاعك اللي هو ايه؟ اتش سي ال. ايه اللي هيحصل؟ هيتكون ايه؟ ان اي سي ال زائد ايه؟ زائد ماي زائد ايه؟ زائد اس او 2 زائد ايه؟ زائد اس راسب اصفر. راسب اصفر. حلو، دي التجربة التأكيدية. مفهومة لحد دلوقتي؟ طيب التجربة بقى ايه؟ دي التجربة الأساسية. التجربة التأكيدية بتاعته نروح نجيب الملح ان اي 2 اس 2 او 3 زائد ايه؟ زائد يود. تمام طيب اليود ده هيحصل ايه؟ هيتفاعل مع ال NaNaR زائد ايه؟ زائد Na2S4O6 رباعي ثيونات الصوديوم. تمام طيب هو ايه اللي حصل هنا؟ اليود ده لونه بني، لونه بني. تمام لما حطيناه على الملح ده حصل ايه؟ اللون اختفى. تمام يبقى يزول لون محلول اليود البني. تمام التجربه الاساسيه بتاعته كانت ايه؟ كون راسب اصفر باهت. تمام طيب تعال نروح على فيديو يوضح التجربة دي الأساسية بتاعتها، أو نشوف يعني نشوف الإيه التجربة دي عملي. إحنا بنتكلم في إيه؟ اتكلمنا في الكبريتيد الأول أهون، أدي الكبريتيد. تمام؟ ومفيش صوت، يعني الصوت مش هيوصل له، بس احنا هنحاول. ايه اللي حصل؟ جاب الملح اللي هو Na2S Na2S. تمام اهو، حط عليه ايه؟ حط عليه او هيحط عليه HCl. هيحط عليه HCl، ايه اللي هيحصل؟ هيطلع ريحة كريهة ويسود ورقة مبللة من أسيتات الرصاص. اهو ريحته، شايف البخار اللي طلع دوت؟ ده ايه؟ ريحه كريهه. حلو، لو شميناها هتلاقيها ريحه المجاري بالظبط.
تمام، دي التجربة الأساسية هي. بعد كده جبنا ورقة أستات رصاص عرضناها للضوء ده، إيه اللي حصل؟ اسودت. تمام حلو. طيب التجربة التأكيدية بتاعتها، تمام، جبنا برضه الملح هنحط عليه ايه؟ AG NO3. هيكون رسب ايه؟ اهو هيحط الاي جي ان او 3. هو الاول في التجربه التاكيديه عملها محلول، يعني اللقطه دي كانت محلول، تمام، يعني هو حط ميه عاديه H2O. حلو اهو، هيجيب ايه؟ هيجيب نترات الفضه. ادي نترات الفضه اهي، بقى اللون لونه ايه؟ لونه اسود. دي كانت تجربة ايه؟ تجربة الكبريتيد بالدال. حلو عظيم، شايفين كويس؟ حد يرد عليا؟ تمام. تعالوا نروح لأول تجربة خالص خدناها النهاردة، اللي هي ايه؟ تجربة الكبريتيت بالت. تمام، نشوف ايه اللي هيحصل. هو هيجيب الملح Na2SO3، تمام، هيحط عليه ايه؟ هيحط عليه HCl. تمام، المفروض اللي هيحصل ايه؟ هيطلع ريحة نفاذة. تمام، محمضة طبعا. تمام، كرومات محمضة. ايه اللي هيحصل بقى للكرومات المحمرة؟ هيحولها من البرتقاني للون ايه؟ للون الاصفر. بس هو دلوقتي هو يعني هو حضر تجربة تانية. تمام، اهو ادي الملح H2SO4، طلع ايه؟ ريحة نفاذة، فار كده، فار. تمام، لو شمينا الانبوبة هيطلع ريحة نفاذة. بصوا ايه اللي هيحصل للورقة بقى الصفراء؟ هتخضر، اخضرت اهي. تمام، دي التجربة ايه؟ دي التجربة الأساسية. حلو جدا. هيروح على ايه؟ هيروح على التجربة التأكيدية دلوقتي. تمام، دي التجربة الأساسية برضو لسه بنتكلم فيها. دلوقتي هيروح على التجربة التأكيدية، هيجيب الملح ويدوبه في ميه عشان يعمل محلول.